حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ولكن بعد هذا الفاصل. حول حكومة السودان ومدى جديتها في إصلاح الأوضاع في العراق، كتب عوني القلمشي مقالا جاء فيه: إذا كان من حق بسطاء الناس أن يراهنوا على الحكومة الجديدة برئاسة محمد الشيع السوداني فهذا لا يدعو للملامة، فمثل هؤلاء كمثل الغريق الذي يتعلق بقشة، خاصة بعد أن ضاقت بهم السبل إلى درجة لم يعد بإمكانهم تأمين أبسط مقوماتهم كلقمة العيش وجرعة الدواء. لكن أن يراهن من يدعي بأنه مثقف وسياسي معارض للعملية السياسية فهو يرتكب ذنبا كبيرا، حيث يساهم شاء أم أبى في خداع الناس وزيادة معاناتهم من جهة، وفسح المجال أمام الحكومة الجديدة للعمل 4 سنوات أخرى لاستكمال خطة تدمير العراق دولة ومجتمعا من جهة أخرى. أي متابع لسجل العملية السياسية الأسود، وخاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومات، يستطيع الوقوف على حقيقة الحكومة الجديدة وعلى الادعاءات الفارغة والأكاذيب المكررة حول الأوصاف التي تطلقها على نفسها من قبيل الوطنية والمستقلة والعابرة للطائفية إلى آخره. فهي قد فضحت نفسها بنفسها، خاصة فيما يتعلق بالوعود والتعهدات التي قطعها رئيسها السوداني. ومعروف ما حدث، حيث سار الرجل على الطريق نفسه الذي سار عليه أسلافه، وشكل حكومته من الكتل والأحزاب الطائفية والميليشيات المسلحة وفق مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية. ليس هناك ما يدعو للاستغراب، فلا السوداني ولا غيره ومهما على شأنه بإمكانه التمرد على نظام المحاصصة أو التلاعب بالحصص، فهي كلمة السر لتقسيم المجتمع العراقي تمهيدا لتقسيم العراق وتدميره دولة ومجتمعا. وهذا ما يفسر تمسك أمريكا ووصيفتها إيران بنظام المحاصصة وعدم المساس بأي ركن من أركانه. أيضا كتب صباح الناصري مقالا في صحيفة الميثاق الوطني حول العملية السياسية في العراق واستمرار فشلها، يقول فيها: عراق المؤتمرات والوساطات والقمم ومسك العصا من الوسط وإلى ما ذلك في علم الكلام. القصد من هذا اللغط الدبلوماسي هو التغطية على حقيقة سياسية واضحة للعيان. عراق المحاصصة ليس إلا رقعة شطرنج أرضيتها وقطعها وقوانين لعبتها محتمة أمريكيا إيرانيا، تستخدم كورقة مساومات ومكافآت واسترضاء وشبح تهديد. أي معادل جيوسياسي لشركة مساهمة إقليمية وغربية لخلق توازن حرج في مرحلة العبور إلى نظام إقليمي ودولي جديد. الهدف من كل هذه الاحتفاليات الفيسبوكية مساعدة العراق وإعماره واستقراره وتنميته إلى آخره، هو الإيحاء بوجود دولة عراقية أكذوبة تضفي شرعية على استلاب هذه الدولة، شرعية تفكيكها وتقسيمها كحصص للدول المساهمة من أجل مصالح هذه الدول. منظومة المحاصصة المقننة من قبل الاستعمار الأمريكي الإيراني ليست خطأ تقنيا أو سوء تخطيط، إنما منهجية تغييب الدولة العراقية. ما تم تقنينه في العراق ليس نظاما دستوريا ديمقراطيا قائما على مبدأ المواطنة، إنما التكتيك الاستعماري القديم فرق تسد عوضا عن المواطنة. تم تقنين مفردة المكونات دستوريا، والمكون هو النقيض الوجودي للشعب، ومفردة الأغلبية الطائفية المكون الأكبر صلتها بمفهوم الأغلبية الديمقراطي كصلة رجل القش بالرجل، الوهم بالواقع. إلى صحيفة العرب الجديد وتقرير حول تطورات المقاومة الشعبية في فلسطين خلال العامين الماضيين، حيث أن التطور بات ملحوظا ولافتا رغم مغادرتها مربع السلمية كما رأيناها في الشيخ جراح وبيتا لصالح العسكرة، كما في نموذجي عرين الأسود بنابلس وكتيبة جنين في المدينة ومخيمها. لكن لا تزال المقاومة الشعبية مستمرة على اعتبارها الوسيلة المثلى
لمواجهة بطش الاحتلال وجرائمه، كذلك بذات الأهمية لمواجهة الفراغ القيادي الفلسطيني والعجز عن إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي الراهن، والتوافق على استراتيجية وطنية متماسكة وناجعة تسمح بتطوير وتنمية المقاومة الشعبية الأقل كلفة والأكثر جدوى في مواجهة الاحتلال وتحقيق المصالح الوطنية من الصراع الذي كان ولا يزال ماراثونيا بامتياز. حاز هذا النمط من المقاومة الشعبية أيضا على تأييد جماهيري واسع، كما في نموذج الشهيد عدي التميمي الملهم حين وقفت إسرائيل عاجزة أمامه رغم إطلاق ما تسميها عملية كاسر الأمواج التي أدت إلى مزيد من القتل والإجرام، وسياسة عد جثث للجيش الأكثر فتكاً حسب عقيدة رئيس الأركان فيف كوخافي، لكن من دون أن ينال ذلك من عزيمة الشعب الفلسطيني وإرادته. تطورت المقاومة الشعبية الفردية المسلحة مع الوقت إلى عمل أكثر تنظيمة مع تجربة كتيبة جنين، رغم الحضور الفصائلي فيها لكن الدعم والاحتضان الشعبي كان حاضرا، خاصة مع توسعها لتتجاوز الإطار الحزبي الضيق كما في تجربة عرين الأسودي في نابلس. أدانت منظمات حقوقية غربية رفض جامعة هارفورد كينيدي منح الزمالة للرئيس السابق لمنظمة هيومان رايتس ووتش كينيث روث بسبب الانتقادات التي توجه لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ووصف اتحاد الحريات المدنية الأمريكي رفض منح الزمالة لروث بأنه مقلق للغاية، في حين قالت منظمة بين أمريكا المدافعة عن الحريات إن هذه الخطوة هي تثير جدلا حول إحدى المدارس الحكومية الرائدة في الولايات المتحدة. وقالت صحيفة الجارديان في تقرير لها كان من أكثر ما أثار التحريض على روث هو التقرير الأخير الذي اتهم إسرائيل بممارسة شكل من أشكال الفصل العنصري على أساس العرق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعرض مركز كار لسياسات الحقوق حقوق الإنسان التابع لكلية هارفورد عرض على روث منصب زميل بعد فترة وجيزة من تقاعده من هيومان رايتس ووتش، لكن عميد الجامعة دوغلاس ألمندورف اعترض على هذه الخطوة. إن تحرك هارفارد كان انعكاسا لمدى خوف جامعة كينيدي تماما من أي انتقاد لإسرائيل تحت ضغط من المانحين والمؤيدين والمؤثرين داخل مدرسة الحكومة اليمينية الإسرائيلية. ودعا مدير منظمة أغلو الحقوقية أنتوني روميرو الجامعة إلى التراجع عن قرارها، وقال إذا كان قرار هارفارد يستند إلى مواقف هيومان رايتس ووتش تحت قيادة كينيث فهذا أمر مقلق للغاية من وجهة نظر حقوق الإنسان والحرية الأكاديمية. على حد سواء يجب الحكم على العلماء والزملاء بناء على مزاياهم وليس ما إذا كانوا يرضون المصالح السياسية القوية. وقالت منظمة بين أمريكا إن دور المدافع عن حقوق الإنسان هو مناداة الحكومات بقسوة واتخاذ مواقف لا تحظى بشعبية في بعض الأوساط واستعداء من يملكون السلطة، ولا يوجد ما يشير إلى أن انتقادات روث لإسرائيل تستند بأي شكل من الأشكال إلى عداء عرقي أو ديني. قال الصحفي والكاتب البريطاني جوناثان كوك إن زعيم حزب القوة اليهودية الفاشي إيتمار بن غفير يلعب بالنار، ونفذ اقتحامه للأقصى ليثبت أنه لن يتنازل عن عقيدته المتطرفة. أشار الكاتب في مقال بموقع ميدل إيست آي إلى أن في جعبة بن غفير الكثير من الاستفزازات، وهو مصمم على إشعال فتيل حرب دينية بما يثبت للجميع مدى قوة هذا النوع من التعصب والبلطجة اليهودية ضد المسلمين. لم يضيع وزير الأمن الوطني الجديد في إسرائيل إيتمار بن غفير وقتا حتى يثبت أنه صاحب الأمر والنهي، فيوم الثلاثاء قبل أيام من أداء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القسم مشى السياسي القومي المتطرف إلى مجمع المسجد الأقصى في البلدة القديمة المحتلة من مدينة القدس الذي ربما كان أكثر المواقع قابلية للاشتعال في الشرق الأوسط. لقد استخدم زعيم حزب القوة اليهودية الفاشية الزيارة ليثبت لأتباعه أولاً ثم لنتنياهو أنه لا يخضع لأحد وأنه لن يساوم ولن يتنازل عن عقيدته المتطرفة حول التفوق العرقي اليهودي. كما بعثت الزيارة برسالة أخرى
ألا وهي أن بن غفير يبدو مستعدا لإشعال فتيل حرب دينية، بما يثبت للجميع مدى قوة هذا النوع من التعصب والبلطجة اليهودية في تحدي كل المعارضة الإسلامية، وبذلك يمكن للأقصى أن يتحول إلى صاعق يفجر مثل هذه المواجهة. من الواضح أن بن غفير كان يجري اختبارا أوليا، ومن المؤكد أنه سيعود قريبا وفي جعبته استفزازات أكبر، فقد دعا في أثناء حملة الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة وما بعدها إلى تمكين اليهود من الصلاة في هذا المكان المقدس لدى المسلمين، وقال إنه سوف يطالب نتنياهو بالتأسيس لما قال إنه حقوق متساوية لليهود هناك. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها. أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع الآن الكاريكاتير. أقيم هذا الأسبوع سباق الثيران التقليدي باكو جاوي في منطقة تاناه داتار بمقاطعة سومطرة الغربية في إندونيسيا، وتخللته مشاهد لافتة. يقام هذا السباق سنويا للاحتفال بنهاية موسم حصاد الأرز في المنطقة، ويحظى باهتمام من السياح المحليين والأجانب، ويتنافس المشاركون في السباق عبر محاولة التقدم في مسار موحل على محراث خشبي يجره ثوران في حقل الأرز، وتتيح الفعالية فرصة لبيع هذه الثيران التي تحقق أداء جيدا بثمن أعلى من سعرها الطبيعي. قالت السلطات الصينية إنها تسيطر على انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وإنها تفاوض شركة اللقاحات الشهيرة فايزر للحصول على تصريح لتصنيع عقار خاص بكورونا داخل الصين. اعتبرت الصين أن وضع جائحة كورونا في البلاد تحت السيطرة، مشيرة إلى أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي ترحب بالقادمين إليها من الصين. وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إنه وفقاً لبيانات المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية لم يتم اكتشاف أي متغيرات جديدة لفيروس كورونا في الصين. على جانب آخر، قالت ثلاثة مصادر خاصة لوكالة رويترز إن الصين تجري محادثات مع شركة فايزر الأمريكية للحصول على الترخيص بتصنيع وتوزيع نسخة من عقار باكسلوفيد الذي تنتجه الشركة. الآن مشاهدينا الكرام، نتابع المقطع الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف.
جت فرنسا ديته دت المشينة راست على المشينة وحرقت. كانت عنده بيت فيها الكتب تاعو كما يقري. دت الراس تاع المشينة ودت الكتب حرقتهم. حكوها لي قالوا لي شوفوا الوالد كيفاش ومن طون داتو توفى شهيد. قعدت لي هذيك رسخت لي هذيك الأخرى في راسي وسبحان الله قعدت محروقة. قلت أنا نعوض الوالد واش خلى موراه نكون أنا قدوة. نقعدوا في قدام الباب وحده راهي شاده كروشي وحده شاده لي زيكوي وحده شاده سما هذيك متعلمتها كي دخلت للسونس تما هكذا يخدموا ما عجبنيش الحال. ابا دخلت عند وحده خياطه تعلمت عندها مده 3 اشهر فقط. في هذيك 3 اشهر سمت على العطله برك كان من المحال ذاك الوقت باش تخرجي تروحي هكذايا للسونس ولا تروحي هكذا من المحال. ما الوقت كان هكذاك يطلب. انا قعدت لي هكذا صراحه كيفاش باش ننجح. بديت نفدق نشوف هكذا عفسه نفدقها ونمس نشوف كيفاش مخدومه نفدق لافيس بشويه بشويه كونت نفسي بنفسي. في الختام مشاهدينا الكرام نشكركم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.